السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي سهلة 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 بزاف، وهي فلون كراميل ديال الدار. اول حاجة غنبداو بها الحلقة ديالنا هي كيفاش غنحضروا الكريم كراميل. غادي نحتاجو كسرونة صغيرة، وغنحتاجو تقريبا على ما يعادل 3 ديال المعالق كبار ديال السنيدة. غنديروها في الكسرونة وغنشعلو عليها البوطة على نار قليلة تتبدا تبان لينا السنيدة ديالنا كتذوب شوية بشوية. ها هي دابا السنيده ديالنا بدات كتذوب شويه بشويه، غير هي كنديرو على نار مهيله جدا وكنخليوها كتبدا تذوب شويه بشويه. فاش كتبان لينا السنيده ديالنا كامله بدات كتذوب، كنزيدو عليها معلقه صغيره ديال الماء وكنخليوها تغلي شويه. من بعد ما كيدوب لينا الكراميل اللي وجدنا، كنشدو المول ديالنا اللي غادي يطيب فيه الفلون كراميل في الفران، وكنخوي الفلون كراميل قبل ما كيجمد، حيت الا خلينا غير شويه كيجمد. خصنا نديروه في المول فاش غيطيب وهو سخون. نحاولوا اننا نديرو في الجوانب بحال هكا هكا. هاي في التالي فاش كنبقاو نديروها في المول، غير كنديرو داك الكريم اللي وجدنا دغيا كيبس لينا على المول. على داكشي قلت لكم غير انفوا توجدوا الكراميل ديالكم كتخويوه سير بلاص على المول باش كيجمدو هو تما. دابا غندوزو للمرحله الثانيه، هي كيفاش نحضروا الفلون ديالنا. فدابا غندوزو للمرحله الثانيه اللي هي كيفاش نحضروا الفلون ديالنا. عندنا هنايا جوج شاصيات ديال السكر الفانيلا، انا درت جوج باش كيحيد ديك الزفوره ديال البيض. تقدروا ديروا حتى 3 4. درت 5 د البيضات، درت 3 د المعالق كبار ديال السنيده، ونصف لتر ديال الحليب اللي كيكون فايض. هو عندي باقي الحليب شويه سخون، ضروري خص الحليب يكون فايض. غنبدا هنايا بخمسه ديال البيضات. نزيدو عليه السنيده، نزيدو شاصيات ديال الفاني. كيف ما كنعرفوا البيض كيدير لينا الريحه ديال الزفوره، داكشي اختاريت انني ندير شاصيات ديال الفاني جوج باش الفاني كيحيد لينا ديك الزفوره ديال البيض. غنخلطوا المكونات ديالنا. من بعد ما خلطنا البيض والفاني والسكر ديالنا، غنبقاو نضيفو الحليب شويه بشويه وما نحبسوش من التحرك، حيت الحليب سخون ما خصش البيض ديالنا يطيب. المكونات ديالنا كاملين واجدين، دابا غنجيبو المول ديالنا اللي ديجا حطينا فيه الكراميل اللي وجدنا. ما غاديش نساو الصفايه، نحطوها هنا وغنخويو الخليط ديالنا. الصفايه كتحيد لينا ديك الكشكوشه ولا بقى شي خيط ديال البيض ولا شي حاجه بحال هكا. ها
انتما البنات شوفوا الصفايه ديالي شنو بقى فيها، كيبقاو فيها ديك الخيوط اللي كيكونوا في البيض اولا الكشكوشه ولا المهم ضروري من الصفايه فاش بغيو تخلو الخليط ديالكم في المول. ها هو دابا البيض ديالنا، ها هو الفلان ديالنا، دابا غادي نخشيه في الفران. هنايا البنات جبت واحد المول كبير ديال كيف ما كان عندكم كيتخشى في الفران، فانا جبت هذا المول هذا الكبير كندير فيه شويه ديال الماء اللي هو دافي، وكنحط فوق منه المول اللي فيه الفلان ديالي وعاد كنخشيه في الفران بحال الشكل ديال حمام مريم. ودابا غنخشيوها في الفران، من بعد ما كنخرجوه في الفران كنخليوه هنايا حتى كيبرد، حتى كيبرد هذا الماء هذا اللي هنا حتى كيبرد مزيان عاد كنحيدوه من المول ديالنا وكنخشيوه في الثلاجه. ها هو دابا الفلون ديالنا وجد من بعد ما خرجناه في الفران خليناه برد مزيان في داك حمام مريم، ومن بعد خوينا المول ديالنا في الطبسيل وخشيناه في الثلاجه. ودابا ها هو برد لينا، نتوما تشوفوا كيفاش كيجي. ها الفلون ديالنا كيفاش كيجي، كيجي شاد راسو. من بعد فاش كتبغي تقدميه كتهزي هكا الكراميل من هنا